بسم الله الرحمن الرحيم. العشر الأوائل من ذي الحجة، الأيام الغالية. العشر الأوائل غالية على الله جدا، والمفروض تكون غالية عليك جدا. أربع أعمال غالية على الله يحبها الله في العشر الأوائل. بس الحقيقة قبل ما نقول الأربع أعمال، ممكن لو سمحت تجدد نيتك، ممكن تراجع نيتك. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقولك إنما الأعمال بالنيات. الأعمال مش بحجمها، الأعمال بنواياها. قيمة الأعمال ووزنها عند الله بتتحدد بناء على النوايا. فإزاي أنا أبدأ أقولك إيه أغلى أربع أعمال على الله؟ قبل ما أقولك، الأول ممكن تجدد نيتك في العشر الأوائل. رب عمل صغير تكبره النية، ورب عمل كبير تصغره النية. النية هي اللي بتحط الأحجام بتاعة الأعمال. أنت نيتك إيه بقى في العشر الأوائل؟ طيب أنا هساعدك. النية ثلاث مستويات. المستوى الأولاني إنك بتعمل العمل عشان تاخد الثواب، وثواب العشر الأوائل أربع أعمال لو عملتهم ثوابهم كبير، أدي نية. طيب والنية والمستوى الثاني من النية إنك بتعمل العمل طاعة لله. أنا عبد وإنت ربي، وإنت أمرتنا إن إحنا نعبدك في هذه الأيام الغالية، أنا هعبدك يا رب. فيبقى فيه أربع أعمال غالية. كل ده أنا بجهز اللي هنقوله. أربع أعمال غالية، خد نية كبيرة، أنا عايز أطيعك يا رب. وقالوا سمعنا وأطعنا. فيبقى الحاجة الأولانية عايز الثواب يا رب، الحاجة التانية عايز أطيعك يا رب، أنا عبدك. المستوى الثالث والأعلى والأكبر من النوايا، أنا بعمل العمل ده تلذذا وإرضاء ومحبة وإحسانا لله تبارك وتعالى. يا رب أنا عايز أرضيك، يا رب أنا عايز الثواب صحيح، ويا رب أنا عايز أطيعك صحيح، بس أنا كمان عايز أرضيك، عايز حبك، عايز القرب منك. ممكن تاخد الثلاث أنواع من النوايا دول في العشر الأوائل من ذي الحجة، وتبقى الأعمال الأربعة اللي هقولها لك دلوقتي مربط فيها العمل، فيتضاعف ثواب العمل أكتر وأكتر وأكتر. تعالوا نعيش مع أربع أعمال يحبوها الله، موجودة في ثلاث آيات من سورة الحج. يلا نبدأ مع بعض. أربع أعمال رائعة يحبها منك الله في العشر الأوائل من ذي الحجة. في ملحوظة عجيبة قوي، مش ملاحظين إن دايماً كل ما نيجي في حلقة نتكلم عن العشر الأوائل تلاقي إن الأعمال فيها كثافة، فيها تكثيف، مش عمل واحد، واحد واثنين وثلاثة واربعة. ما من أيام العمل الصالح، والعمل الصالح ده أربع أنواع من الأعمال: الخير والعبادة والإصلاح ودعوة إلى الله. يعني لا يمكن تبص تلاقي إن العشر الأوائل من ذي الحجة عمل واحد، لأن العطاء الرباني كبير قوي. يا عم كتر، حط أيادي كتير في الخير، واذكر عبدنا داود ذا الأيدي. ليه؟ هو ما كانش عنده إيدين بس، له أيادي في الخير كتيرة هنا وهنا 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 وهنا. يعني خلي دي طريقتك في العشر الأواخر، خلي دي طريقة تفكيرك في العشر الأواخر. أنا مش مكتفي مثلا إن أنا صايم أو بقوم الليل، ده أنا عايز أحط هنا وعايز أحط هنا، وأيتم هنا، وإطعام طعام هنا، ويلا نعمل مطبخ إطعام طعام هنا، ويلا نأكل الغلابة هنا، ويلا عايز أزور أرحام، وعايز أقوم الليل. كتر كتر كتر، دي طبيعة اللي يحبه ربنا في العشر الأوائل من ذي الحجة. أربع أعمال يحبها الله منك في العشر الأوائل من ذي الحجة. إنما العجيب إن الأربع أعمال دول أنا هطلعهم منين؟ من سورة الحج. علشان تبقى فاهم إن سورة الحج بتشاور لك أنا عايز دول. سورة الحج شديدة الارتباط بما يحبه الله من عباده. وعلى فكرة سورة الحج بتبدأ بداية عجيبة جدا: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. إيه اللي يخلي سورة الحج تبدأ بيوم القيامة؟ لأنه وإنت بتحج، والله يا جماعة كل سنة وإنت طالع من عرفات متجه إلى مزدلفة، متجه إلى رمي الجمرات، مع الجموع الغفيرة، مع حر الشمس، مع التزاحم، مع إن إنت يدوب ماشي بالعافية وبتتحرك، لازم يجي في دماغك يوم القيامة: عمري ما حجيت إلا وأنا وكل اللي حواليا. وتبدأ إن دي الكلمة اللي بسمعها كل سنة من كل الناس على اختلاف طبائعهم وجنسياتهم: مش ده شبه يوم القيامة؟ مش ده عشان كده أول آية في سورة الحج تذكرك بيوم القيامة، وكأن الحج أمان من يوم القيامة. يا رب ارزقنا الحج. لكن إحنا ما زلنا سورة الحج بتتكلم على أربع أعمال يحبها الله تبارك وتعالى. الغريب إن الأربع أعمال هم يأتوا أحيانا مجملين وأحيانا مفصلين. ثلاث آيات، آية في وسط الصورة، آية الآية اللي قبل الأخيرة قبل الصورة، الآية الأخيرة من الصورة.
آية في وسط الصورة: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. أربع حاجات. راجع كده معايا: ذكر، ومن الذكر عادي، ذكر بإحساس. لو جبت الأربعة دول وصورة الحج، هم دول اللي ربنا بيحبهم في الأيام دي، والكلام ده للحجاج والكلام ده للمقيمين، لو جبت الأربعة دول أنت في أمان يوم القيامة. عشان كده ابتدت بذكر يوم القيامة، موضوع خطير. وكأن الأربعة دول في العشر أيام دول أمانك يوم القيامة، لأن صورة الحج بتعلمك المعنى ده. تاني: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. ممكن لو سمحت يبقى عندك ورد ذكر بإحساس علشان تتذوق حلاوة القرب من ربنا، وحيحصل إن قلبك تحس وجلت قلوبهم. يعني إيه وجلت قلوبهم؟ اتحركت بحب الله. واحد. اتنين: والصابرين على ما أصابهم. خد قرار الآن، أنا راضي يا رب وصابر ومسلم لك على الابتلاءات اللي في حياتي. خد قرار في العشر الأوائل. اتنين: نويت الصبر. ثلاثة: والمقيم الصلاة. وريني بقى قيام الليل، ممكن تعتني بالصلوات الخمسة أحسن من كده. والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. مطلوب إنفاق كتير في العشر الأوائل. ولازم، ليه ما تنويش إن أنت هتذبح السنة دي؟ معيش فلوس، طب ما تشترك مع خمسة ستة من أصحابك وتذبحوا مع بعض. طب مش لازم تذبح عجل أو يعني اشتركوا وتذبحوا خروف مع بعض. أربع صفات العجيبة العجيبة. تيجي الآية اللي قبل الأخيرة يكرر لك نفس الصفات تاني: يا أيها الذين آمنوا، بس الطريقة مجملة. يا أيها الذين آمنوا اركعوا، مقيم الصلاة دي، واسجدوا، مقيم الصلاة بس هناك كانت مجملة وهنا مفصلة، واعبدوا ربكم. إيه التفصيل والإجمال ده؟ يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم ها وفعلوا الخير. لا، أنا مش راضي منكم في العشر الأوائل بس بالعبادة، وفعلوا الخير ها لعلكم تفلحون. أنت هتكسب في العشر الأوائل لو عملت الأربعة دول. هم دول الأربعة اللي فوق؟ ما هو فعلوا الخير هي ومما رزقناهم ينفقون. طب ما الفين والصابرين على ما أصابهم؟ الآية الأخيرة: وجاهدوا في الله حق جهاده. فجاءت وجاهدوا في الله حق جهاده مجملة لكل اللي فات، لأن العبادة محتاجة مجاهدة، ولأن الصلاة محتاجة، وقيام الليل محتاج مجاهدة، ولأن الصيام محتاج مجاهدة، ولأن فعل الخير الكتير محتاج مجاهدة، ولأن الصبر على ما أصابك محتاج مجاهدة. أربعة اتكرروا هم الأربعة تانيين، وبعدين قامت جاية الآية الختامية: كل ده محتاج مجاهدة. تعرف تجاهد نفسك في العشر الأوائل؟ يحصل ايه؟ البشرة العجيبة: انت في امان يوم القيامة. ومين عارف، لعلك هتحج لعل دول مفاتيح الحج. خلي بالكو، الدعوة مش الحج، مش شطارة، والحج مش فيزا، والحج مش فلوس. الحج دعوة من الله: اعمل ما يحبه الله وذكره في صورة الحج مجملا ومفصلا في الآية 30 والآية قبل الأخيرة والآية الأخيرة، تجد نفسك ان شاء الله امان يوم القيامة، فتفرح بما فعلته في العشر الأوائل، وإن شاء الله يكون نصيبك الحج فتكون فرحان وسعيد بما أعطاك الله. بشريات جميلة وأربع أعمال غالية. ممكن تحافظ على قيام الليل وتعتني بالصلوات الخمسة، ممكن تحافظ على ورد الذكر وتعتني به وتحس فيه، ممكن تطلع صدقات في سبيل الله، ممكن تنوي الصبر في العشر الأوائل. يا رب صبرني، سلمت بيك يا رب، أنا راضي بقضائك يا رب، وشوف حيكرمك إزاي في الأربع دول. هو ده فعلا وجاهدوا في الله حق جهاده. تعالوا ندعي مع بعض. يلا نختم الحلقة بدعاء. الحمد لله الحمد لله الحمد لله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنك تسمع كلامنا وترى مكاننا، ولا يخفى عليك شيء من أمرنا. نسألك مسألة المساكين، ونبتهل إليك ابتهال العبد الضعيف الذي ليس له سواك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، اجعله الوارث منا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، انصرنا على من عادانا، لا تجعل مصيبتنا في ديننا، لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم اعتقنا في هذه الليالي والأيام من النار. اللهم اعتقنا وأبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأولادنا من النار.
النار. اللهم اكتبنا من أهل الفردوس الأعلى وأهلينا وأولادنا وأحبابنا، اللهم ارضى عنا وارضنا. اللهم اكتب لنا فتحا كبيرا في هذه الأيام يا أكرم الأكرمين، أعنا وافتح علينا وارزقنا واغنينا من فضلك. اللهم لا ترد لنا دعوة في هذه الأيام يا أكرم الأكرمين. آمين آمين آمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. معادي معاكم النهاردة إن شاء الله الساعة 11 بالليل لايف، ونشوفكم بكرة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.